الدكتور أنس، يعني رأينا في فرنسا ماكرون ليس محسوب على اليمين المتطرف، وأنا شايفه يمين متطرف لكنه ليس محسوب على اليمين المتطرف، ورغم كده استطاعت الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ الجمعية الوطنية في فرنسا صك قانون أو الموافقة على مشروع قانون بيمنع الهجرة. الهجرة هنا لا أعرف ولا أستطيع تحديد إذا كان يقصد الهجرة العربية أو من مناطق العرب أم الهجرة الإفريقية أو الهجرة من أوروبا الشرقية، لا أعرف التفاصيل. لكن القانون ده يعني في حد ذاته، أليس هذا القانون حقيقة في صالح اليمين المتطرف الأوروبي؟ طبعا أولا بالنسبة لماكرون وأنك تراه هو يمين متطرف، هذا ليس غريبا. احنا مثلا عندنا كان رئيس الوزراء العمالي توني بلير انتهج سياسات هي أقرب إلى اليمين منه إلى اليسار، وأصبح أكثر يمينية من حزب المحافظين في فترة ما، حتى أنه حزب المحافظين بدأ يعني يتحدث إلى اليمين المتطرف، عايز يجيبهم حتى يسبق، يعني كان في سباق نحو اليمين بين العمالي توني بلير وبين اليمين اللي هو الكونزرفتيف بارتي. فهذا ما هو أمر غريب، هذا يعني نراه في كثير من الأحيان. لكن طبعا ماكرون ينتمي إلى ما هو أقرب إلى وسط اليسار، يعني أقرب منه إلى اليمين. لكن عموما هذا القانون أستاذ محمد هو يراد له أن يفتح باب، هو لا يحدد، لأنه لو حدد راح يكون بشكل واضح وفج أنه سياسة أو قانون عنصري، ولكن هو يترك الموضوع مفتوح للإدارات الفرنسية كي تقرر بناء على هذا القانون من تسمح لهم ومن لا تسمح لهم. فقد ينطبق على العرب حصرا، قد ينطبق على المسلمين حصرا، قد ينطبق على الأفارقة، قد ينطبق على الشرقيين الأوروبيين، قد ينطبق على اللاتين الأمريكان، ممكن هذا كله. ولكن في نهاية المطاف النموذج الفرنسي حتى ضمن المنظومة الغربية بشكل عام والمنظومة الأوروبية بشكل خاص هي يعني نموذج شاذ ونموذج معاب، ما هو نموذج جيد. يعني ما في دولة أوروبية أخرى تقول نتمنى أن نكون زي فرنسا، ما أحد يتمنى أن يكون زي فرنسا. الأوروبيين نفسهم يتكلمون عن فرنسا كأنها دولة مارقة. فالنموذج الفرنسي هو نموذج، أنا باعتقادي هو نموذج فاشل، وسنرى أثر فشله في القريب في السنوات القريبة القادمة. سنرى انهيار الدولة الفرنسية نتيجة السياسات التي تتخذها داخليا وكذلك سياساتها الخارجية فيما يتعلق بالمستعمرات القديمة.